عقد في مدينة مأرب ندوة تعريفية بمؤتمر مأرب الجامع وأبرز مكوناته وخطط عمله، وذلك في إطار التحضير لإشهاره خلال الأيام القادمة. وفي افتتاح الندوة تحدث رئيس لجنة التيسير عبد الكريم حيدر عن أهمية المؤتمر ودوره في توحيد كل القوى المأربية تحت مظلة النظام الجمهوري ومخرجات الحوار الوطني كأساس ثابت للشراكة الفاعلة بين كافة القوى الوطنية. أكد أن المؤتمر كمكون اجتماعي سياسي جامع لأبناء مأرب وسكانها يقف بقوة إلى جانب القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية للدفاع عن مأرب وتحرير مديرياتها الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية وحمايتها من كافة التحديات والأخطار الراهنة. من جانبه استعرض مقرر اللجنة ناجي الحنيشي لائحة النظام الأساسي للمؤتمر ومكوناته السياسية والاجتماعية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الشباب والمرأة في المحافظة. هذا وأكد مشاركون في مؤتمر مأرب الجامع بأن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ ثقافة التصالح والتسامح والتعايش بين كافة سكان المجتمع المأربي. أشار المشاركون إلى أن هذا العمل السياسي الجمعي سيسهم في إنتاج سياسات محلية على المستويين الإداري والتنموي. مؤتمر مأرب الجامع هو مؤتمر يجمع العمل السياسي المحلي ويسمح بفاعلية أكثر للعمل السياسي المحلي لخدمة المجتمعات المحلية وخدمة خطط التنمية وتفعيل السلطة أيضا، وكل ما سيقوم به يتفق مع السياسات الوطنية العامة أيضا، وهو جزء لا يتجزأ من مركبات القضية الوطنية وإسقاط الانقلاب. ويعتبر مؤتمر مأرب الجامع هو الحلم الذي يبني عليه المأربيون نضالاتهم منذ سنوات طويلة جدا، فإرث الآباء والأجداد يبنيها اليوم الأحفاد في حصن جامع يبني الكلمة ويبني التعبير، وهو يجعل مأرب ومكانتها فوق كل الاعتبارات عند كل المأربيين وساكنيها. مأرب حاضرة وحاضرة بقوة كونها احتضنت المحافظات جميعا وحصلت كوكتيل حلو من الأحزاب السياسية، من الخبرات، من القادة السياسيين، من صناع القرار. في هذا الكوكتيل وفي هذا الوضع ومثل لجنة التيسير هذه نجد المرأة المأربية موجودة وموجودة بقوة. مؤتمر مأرب الجامع سيكون له أثر إيجابي على أبناء محافظة مأرب والمجتمع. المؤتمر سوف يلبي إن شاء الله تطلعات أبناء المحافظة، شارك فيه جميع الأطياف المجتمع، وسوف يلبي إن شاء الله تطلعات أبناء محافظة مأرب بمختلف أطيافهم، وسيكون له الدور الأساسي والبارز في المحافظة وعلى مستوى والوطن بشكل عام. مؤتمر الجامع هو إطار اجتماعي سياسي يوحد أبناء مأرب وسكانها الذين يضعون مأرب ومصالحها وهمومها واحتياجاتها وتنميتها قبل كل شيء، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسي والاجتماعي والفئوية. طبعا احنا في إطار جمهورية اليمنية والشرعية، ولدينا محافظ عضو مجلس الرئاسة مجلس القيادة الرئاسي. اليوم هو إشهار لمؤتمر مأرب الجامع. هذا المؤتمر لديه عدة أهداف، لكن من ضمن أهدافه هو الاهتمام بالمرأة المأربية، إبرازها وجعلها دور فعال في المجتمع. فأنا أتمنى من هذا المؤتمر فعلا المرأة المأربية هي موجودة وبقوة. يمثل اليوم الندوة عن مؤتمر مأرب الجامع ينقل صورة نوعية إلى أبناء مأرب أن فيه تكتل مجتمعي سياسي لحقوقهم ولمطالبهم السياسية، وكذلك يتكون من جميع شرائح المجتمع، كافة شرائحه الاجتماعية والسياسية والشبابية. أيضا يعتبر مؤتمر مأرب الجامع سيحدث نقلة نوعية على المستوى المحلي على المستوى الوطني، كذلك مؤتمر مأرب الجامع سيكون له التأثير وداعم للسلطة وحكومة الجمهورية اليمنية في جميع المراحل السياسية والتنموية. اليوم مؤتمر مأرب الجامع يجمع كل المأربيين بكل فئاتهم وطوائفهم ومجتمعاتهم ومناطقهم وأحزابهم وتكتلاتهم. اليوم نجتمع على قضيتنا وعلى مظلوميتنا لمناقشتها والخروج برؤية مأربية موحدة تناقش قضية مأرب الأرض والإنسان وتناقش الكثير من المواضيع
اليوم جمعنا في هذه الندوة الكثير من أبناء مأرب لقربلة وإضافة وتعديل ملاحظاتهم على النظام الأساسي وعلى الأدبيات، ولنرى أفكارهم ومقترحاتهم حول الكثير من القضايا التي يهمنا أن يكون هذا المؤتمر صادر ونابع من المجتمع المأربي.